دعا سماحة الزعيم العراقي مقتدى صدر هذا اليوم للتبرع العيني لأهلنا في غزة الحبيبة، غزة الصابرة، غزة المنتصرة على الكيان الصهيوني. وشاهدنا أبناء الشعب العراقي في كل محافظاته، سيما هنا في محافظة بغداد الحبيبة في مكتب الشهيد الصدر في بغداد، هذه الحركة الكبيرة للتبرع إلى أهلنا في غزة، ونحن في شهر الخير، شهر الرحمة، شهر الطاعة، شهر رمضان المبارك. فالدعوة كانت سماحة السيد دعا كل أبناء الشعب العراقي بكافة أطيافه. حياكم.